مرحبا أحبتي الكرام، وصلنا الآن إلى الدرس 66. كلمة باك باك كلمة مهمة جدا، سوف نتعلم استخدامها في مثالين ونأخذ مرادفاتها، كل هذا فقط في دقيقتين. الهدف حفظ 90% من المعلومات من أول مرة، حوالي 20 كلمة جديدة، لذا ركز معي الآن. get ready اجهز، get ready، write all the phrases, so you need a notebook and a pencil. Just 2 minutes. ركز معي خلال دقيقتين فقط. Repeat after me 5 times aloudly. كرر خلف العبارات بصوت مرتفع 5 مرات حتى تتقنها بشكل جيد. أما الآن اضغط على إعجاب واشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس القادمة حين نشرها. كلمة باك تأتي بمعنى كيس، حقيبة أو شنطة. باك باك المثال الأول على كلمة باك. She turned around. She turned around. هي استدارت. Picked up her bag. التقطت حقيبتها. The only piece of luggage she had. القطعة الوحيدة من الأمتعة التي كانت معها. She turned around. Picked up her bag. The only piece of luggage she had. المثال الثاني. I have a bag full of fruit. I have a bag full of fruit. لدي كيس مليء بالفاكهة. I have a bag full of fruit. أما مرادفات كلمة bag: case حقيبة، sack كيس، pocket جيب. حاول الآن أن تستخدم كلمة bag في جملة. حاول أن تكتب جملة مستخدمة فيها كلمة bag. شكرا لك على المتابعة، استمر بالمثابرة وتعلم اللغة الإنجليزية، ولا تنسى الاشتراك والإعجاب لهذا الفيديو ومشاركته مع جميع أصدقائك. انتظرنا في الحلقة القادمة قريبا إن شاء الله. إلى اللقاء.